ذكروا أن امرأة أسر ولدها في الروم في حرب للمسلمين مع الروم، فأسر الولد فطال مكوثه عنها، فأقبل إليها مسكين وهي لا تدري حي أو ميت. فجاء إليها مسكين يوما وطرق عليها بابها وسألها، وكانت في حاجة شديدة وقد وضعت طعامها بين يديها لتأكل وهي لا تجد غيره. فلما رأت هذا المسكين حملت الطبق وناولته إياه وقالت: اللهم أعد إلي ولدي. فما مضت أيام إلا وولدها بين يديها. قالت: سبحان الله، أفكوا جميع الأسرى؟ قال: لا، أنا وحدي قد أطلقوني. قالت: كيف؟ قال: بينما أنا قاعد في الأسر والقيد في قدمي إذ انفك القيد فجأة وانكسر، فعجبوا من كسره، فأقبلوا بقيد آخر وقيدوني. قال: فجعل ينكسر القيد تلو القيد، فقالوا: نسأل أسقفنا. فذهبوا وسألوا الأسقف فدعاه، قال: ألك أم صالحة؟ قال: نعم. قال: لعلها دعت لك. فأطلقوه، فسألته: متى كان ذلك الوقت واليوم؟ فأخبرها، فإذا هي الساعة التي تصدقت بها على ذلك المسكين. ونحن نحتاج أيها الأحبة إلى أن نتعرف إلى الله تعالى ببعض الأعمال، حتى إذا وقعت في كربة كذا تقول: اللهم اكشف عني هذه الكربة بعمل ذاك الذي قدمته بين يديك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.